فليقول هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتين؟ الأحاديث المتكررة في صلاة العيد الصحيحة ليس فيها إلا خطبة، وخطب خطبة العيد في أحاديث جماعة من الصحابة. فإن قال قائل تقاس كما قال الشوكاني تقاس على الجمعة، فالجواب أن الشرع توقيفي، الشرع توقيفي، والجمعة ورد فيها دليل عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آية الجمعة خطبة وركعتين ثم جلس ثم قام وخطب الثانية، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو رواه البخاري ويذكر أنه متفق عليه. وأن حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ابن ماجه نعم خطب خطبتين فإنه من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، فالصحيح أنها خطبة واحدة. نعم ما جاء بلفظ خطبة واحدة خطبة، لكن في اللغة العربية أن الخطبة تخطب على الخطبة الواحدة. ومسألة القياس، مسألة القياس على ماذا؟ على الجمعة. لماذا لا يقيسونها على الكسوف؟ ما هي إلا خطبة واحدة. ولماذا لا يقيسونها على غيرها من الذي ورد فيه خطبة واحدة؟ والله المستعان. تلوين على صحيح أنها خطبة واحدة لعدم ورود الدليل. فإذا قال لك شخص خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يفهم منه أنها خطبتان أم يفهم منه أنها خطبة واحدة؟ هذا أمر. أمر آخر أيضا إذا قال وخطب خطبة العيد ثم رأى أنه لم يسمع النساء وذهب فرأبهن وقال لهن يا معشر النساء تقدمنا فإني رأيتكن أسرع من النار. إلى أن ذاك يا رسول الله قال يكفرن العشير، نعم يكفرن العشير ويكفرن اللعن. لو أحسنت إلى الحجام من الدار ورأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالمهم نتحدى من يقول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطب خطبتين للعيد، والله المستعان. فإن قال قائل إنه قد ذكر ابن خزيمة وذكر أيضا الإمام الشافعي كما في مختصر المجانين وذكر غير واحد من المؤلفين على خصوصا الفقهاء أنها خطبتان، حتى أبو محمد بن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته فقال في المحلى ويخطب خطبتين، لأنه يذكر الأسباب ثم يذكر ما يشتمل عليه من الجسد ثم يذكر الأدلة ويخطب خطبتين، والله المستعان. ماذا؟ هل يقبل الذي يخطب خطبتين لا حد البدعة؟ لا لا نستطيع أن نقول إنه مبتدع، ولا أيضا أنا لو خيرت بين أن أخطب خطبتين وبين أن يخطب غيري أقول يخطب غيري وأنا أستمع، لأن الذي يرد هي خطبة. ماذا تفهم؟ وارجعوا أيضا إلى كتب اللغة، إذا قالوا خطبة أو ضربة فرضتم ضربة، هل يفهم أنه ضرب أو ضربتين؟ ما يفهم هذا، والله المستعان. يا شيخ لو قال قائل لو سمع خطبة الجمعة فيقول سمعت اليوم خطبة الجمعة، لا لا خطبتين، لا لا لو لم ينجي إلا هذا لقلنا إن الجمعة يخطب لها خطبة واحدة، ولكنه ورد في حديث جابر بن سمرة عند مسلم وفي حديث عبد الله بن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبتين،